كنا كنعرفوا ان دوله الموحدين كانت كتحتل شمال افريقيا بالكامل، هادشي بالاضافه الى حكم اسمي لدول جنوب الصحراء بحال تشاد ومالي والسنغال. هاد الاراضي كلها صعيب انك تحكمها كلها بسياده واحده، وهذا كان سبب في سقوط الكثير من الامبراطوريات اللي دازت في الارض، لان كثره الاراضي كتسبب ثورات وتمردات على الدوله. وهادشي راجع لان كل منطقه والعقليه والتفكير ديالها او كذلك العادات والتقاليد ديالها، وكذلك كيرجع هذا لسبب من الاسباب سياسيه واقتصاديه واجتماعيه. وهادشي تماما اللي طرى للموحدين، لان في الاواخر ولاو كينهجوا سياسه القمع والعنف ضد المواطنين، لكن الضربه القاضيه اللي زعزعت حكم الموحدين هي هزيمه العقاب، هو اللي تسبات الموحدين في انهيار اقتصادي وعسكري كبير. سبب اخر واللي عنده علاقه ايضا بالمساحه الشاسعه اللي كتحكمها دوله الموحدين هو الامن، لان باش تحكم دوله بهذا الكم الهائل من الكيلومترات خاص تكون عندك قوه عسكريه رهيبه، وهذا هو اللي ما كانش الموحدين كيتوفروا عليه في ذاك الوقت بالذات. يعني الامكانيات البشريه اللي كانت كتوفر عليها المغرب في ذاك الوقت ما كانتش كافيه لاخضاع هذا المجال الشاسع بالكامل. هادشي اللي خلى الثورات يبانوا بزاف، يعني ثوره في تونس وثوره في ليبيا وثوره في الجزائر وهكذا. وباش تصدى لهاد الثورات خاصك جيش كبير تفرقوا على هاد المساحه الكبيره، لكن السقوط في معركه العقاب تسبات في انهيار كبير لجيش الموحدين اللي كان العدد ديالو في البداية مع عبد المؤمن بن علي 500,000 جندي. الأندلس كذلك بدأت كتطلب الانفصال عن الموحدين، خصوصا بعد ما سقطوا الكثير من المدن في يد المسيحيين الإسبان، وباش تصيفط جيش من المغرب للأندلس ولتونس باش تقضي على هاد التمردات كان خاصك تجمع الجنود وتعطيهم المؤونة ديالهم في هاد الطريق الطويلة والشاقة والبعيدة، الشيء اللي كيستنزف طاقة الدولة شوية بشوية. من الأخطاء اللي قامت بها دولة الموحدين هي استقدام العرب من الشرق إلى المغرب بغرض زيادة الإمكانيات البشرية للجيش وكذلك للعمل في الزراعة. هذه الفكرة اللي كانت سلبية على الموحدين لأنها غير زادت من استنزاف طاقة الدولة، خصوصا بعد وفاة المستنصر سنة 620 للهجرة، ولاو هاد العرب كيتدخلوا في سياسة الدولة وكيزيدوا في استنزافها بالطلبات ديالهم، وأكثر من هذا ولاو عندهم مناصب في الدولة ولاو كيعزلوا شكون غيولي خليفة الموحدين. بالنسبة لمعركة العقاب اللي ذكرتها في أول هاد الفيديو كنوعدكم بحلقة مفصلة عليه، وخا سقطت دولة المرابطين وتأسست دولة أخرى مكانها اللي هي دولة الموحدين، طبعا كانت واحد القبيله اللي متقربه بزاف من المرابطين. باش نقربكم اكثر، كانوا ابناء العم ونساب في نفس الوقت، وهذه القبيله هي قبيله بنو غانيه، واللي شافت الوقت مناسب باش يعاودوا احياء دوله المرابطين والماضي ديالها المجيد وهو استرجاع النفوذ ديالها في شمال افريقيا. بدات حركه بنو غانيه من الاندلس وبالضبط من مدينه مايوركا اللي اعتبروها العاصمة او المركز اللي منه غينطلقوا الاحتلال المغرب والاندلس. كذلك وفي العهد ديال المنصور تمكن علي بن اسحاق بن غانية من الاستيلاء على مدينة بجاية سنة 581 للهجرة، ثم من بعدها احتلوا الجزائر المدينة ومليانة ومازوتا وقلعة بني حماد الا مدينة القسطنطينة اللي مقدروش يدخلوا لها. هنا غتحرك دولة الموحدين بواحد الحملة عسكرية ضد بنو غانية، وقدروا يتغلبوا عليهم ويقتلوا علي بن اسحاق بن غانية. وهنا بسرعة غادي يعينوا بنو غانية الاخ ديالو يحيى بن اسحاق، وهو اللي احتل افريقيا تونس وليبيا مباشرة بعد توليه ادارة الحكم سنة 581 للهجرة. اللي ساعدوا في هذه العملية هم العرب اللي ذكرنا في بداية هذا الفيديو، اللي جابوهم الموحدين على أساس يزيدوا من التعداد السكني والعسكري لدولة الموحدين. توسع بنو غانية باتجاه الشرق خلق زوبعة من التوتر داخل القصر ديال الموحدين، ما عجل بخروج المنصور بالجيش ديالو في اتجاه يحيى بن إسحاق، وقدروا الموحدين يكبدوا بنو غانية خسائر فادحة، الشيء اللي جعلهم يهربوا باتجاه الصحراء معتمدين على أسلوب الكر والفر.
غيرسل الناصر حملة عسكرية لمايوركا اللي كيعتبروها بنو غانيا المركز ديالهم، وغيدخلها الموحدين وغيقضيو على بنو غانيا للأبد من الأندلس سنة 599 للهجرة. لكن المدينة ما طولتش بزاف في يد الموحدين، حتى قدروا النصارى مباشرة بعد ما دخلوها الموحدين يسترجعوها، وهادشي سنة 627 للهجرة. هذا كان سبب من الأسباب اللي أدت لسقوط الأندلس، لأن في الوقت اللي جيش النصارى مرتاح كان جيش الموحدين كيستنزف القوة ديالو في شمال إفريقيا ضد أبناء الجلدة ديالو اللي بداو كيقوموا بتوارات ضد الموحدين. نظم الناصر حملة برية وبحرية لحصار جميع المدن اللي احتلها بنو غانيا، خاصة المهدية في تونس، ومنها كان كيتبع تحركات بنو غانيا، يعني كان دير جواسيس في المدينة كانوا كيوصلوا ليه الخبار على تحركات الجيش ديالهم أو جيش الحلفاء ديالهم، وباش يضمن استقرار المنطقة عين عبد الواحد الحفصي ولي على إفريقيا. وكان اختيار هاد الوالي في محله لأنه قدر يحقق انتصارات كبيرة على بنو غانيا. ثورات بنو غانيا تسببت في إرهاق شبه كل لدولة الموحدين، وخلاتها تولي دولة ضعيفة في المنطقة بسبب الفترة الطويلة اللي داتها هاد الصراعات بين الموحدين وبنو غانيا، واللي دامت 50 سنة. كانت الحروب اللي كتجمع بين الموحدين وبنو غانيا حروب طاحنة تسببت في الخراب والدمار في المدن والعمران الموحدين، وما سلمت تمدينة من هاد الخراب لا في المغرب ولا في إفريقيا ولا حتى في الأندلس. كانوا بنو غانيا عارفين نقطة ضعف الموحدين، فبداو كيديروا التمرد في الأماكن البعيدة باش جيش الموحدين يخسر الطاقة ديالو ماشيين، وكذلك من ناحية الموارد الغذائية. ما كانوا الموحدين كيهدنوا قنت حتى كتنوض القنت الأخرى بفتنة جديدة، وخاصك تاني أيام باش توصل مع عناء السفر من منطقة لوحدة أخرى. هاد العوامل تسببات الموحدين في تدهور الاقتصاد نتيجة النفقات الكبيرة والمستمرة للجيش. مازال كتوقع هاد المشاكل كلها، وكاع مسالو الموحدين من مشكل بنو غانيا اللي تسبات في دمار شامل لاقتصاد الدولة، حتى غتخرج مقاومة جديدة واللي لقات جيش الموحدين منهك. هاد المقاومة اللي غتعجل بإسقاط دولة الموحدين وتحكم المغرب فيما بعد، وهو اللي كتسمى بمقاومة المارينيين. المارينيين واللي كيرجع الأصل ديالهم القبائل زناتا اللي كانت كتستوطن الأراضي الممتدة بين الزاب في الشرق إلى جبال فزاز غربا، ثم جهات فيقيق جنوبا وقرسيف شمالا. هاد القبائل اللي غيستغلوا ضعف دولة الموحدين بعد معركة العقاب والمعارك الطاحنة ضد بنو غانيا اللي كانوا ملاهين مع الحروب ديالها. هادشي اللي سهل على المارينيين التوغل في اتجاه تازة، واحتلوا فيما بعد منطقة الريف بقيادة أمير المارينيين عبد الحق بن محيو. قدروا المارينيين ينتصروا على جيش الموحدين في بزاف من المعارك، هاد المعارك اللي تسبات لسكان المغرب في أزمة حادة وتراجع التجارة والفلاحة بشكل كبير. هاد الأزمة اللي وصلت الرياح ديالها لمدينة سبتة، سبتة اللي كانت مدينة اقتصادية مهمة كتطلع على البحر الأبيض المتوسط، واللي منها كان يمكن لك العبور للأندلس. لكن هاد الحروب غتسبب في توقف الحركة البحرية، ما يعني أن الأندلس بقات بلا من يمولها، وهذا الشيء كان في مصلحة النصارى واللي استغلوه لصالحهم، وبدأوا كيتحركوا في غزوات على المدن الأندلسية المسلمة، شيء اللي خلى الكثير من المدن الأندلسية كتسقط في يد النصارى واحدة مور الأخرى. هذا الشيء اللي غيخلي أيضا الأندلس والمغرب تعيش مجاعة حادة لم يعرف سكان المغرب والأندلس مثلها من قبل. هاد العوامل كلها كانت في مصلحة المارينيين طبعا، لأسسوا إمارة في مدينة فاس سنة 646 للهجرة، ومنها غادي يتحركوا في اتجاه مراكش، وغادي تسقط في يديهم بسبب واحد الثورة اللي كانت واقعة في منطقة سوس في نفس الوقت اللي كيحاول المارينيين يحتلوا فيها مدينة مراكش. المهم مراكش سقطت في يد المارينيين، ومنها غادي يتوجهوا في اتجاه سوس، ثم من بعد دخلت سائر بلاد المغرب الأقصى تحت حكم المارينيين. الفترة اللي تسبات في هذه المشاكل كلها هي فترة المأمون، واللي تبرأ من فكر المهدي بن تومرت وآمر بالرجوع للمذهب المالكي، وقام على الفقهاء الموحدين وآمر بعدم سك اسم المهدي بن تومرت في النقود. هادشي اللي خلى الموحدين يكرهوه
ويعلنوا إفريقيا دولة مستقلة على الموحدين. ثم من بعدها غتستقل تلمسان على يد يوغم راسن بن زيان. هاد المأمون عاش الكثير من النكسات، كنظن أنها هي السبب في كره الأعمام والإخوة ديالو. وغنخليو لهاد المأمون حلقة خاصة غنحكيو فيها على كاع الأمراء الموحدين. إلغاء المذهب التومرتي كما سبق وقلت تسبب في غضب بين الشيوخ والعمال ديال الدولة، شيء اللي غيبين دولة أخرى مستقلة من الموحدين، وهاد الدولة هي دولة الحفصيين في إفريقيا. دولة الموحدين تشتتات وظهروا منها الكثير من الدول بحال المارينيين اللي احتلوا المغرب الأقصى والحفصيين اللي احتلوا إفريقيا واللي هي تونس وليبيا. وحتى من تلمسان اللي كانت رقعة صغيرة مقارنة مع هاد الدول اللي استقلات من الموحدين غتعلن على الاستقلال ديالها وغيترأسها بني عبد الواد الزناتي. مع استقلال تلمسان وإفريقيا غتكون دولة الموحدين فقدات المورد القوي اللي كان كيمدها بالأسلحة والجنود. حاول الموحدين طبعا استرجاع تلمسان وإفريقيا ويرجعوا وحدة المملكة، لكن هاد المحاولة باءت بالفشل، وكانت آخر محاولة للموحدين استرجاع الأراضي ديالها. تراكمات على دولة الموحدين بزاف ديال الصياع، وهذا الشيء كامل دقة واحدة، وقاومات بزاف ديال التحديات حتى سقطات مراكش في يد المارينيين. وهكذا غتكون كل من دولة المارينيين والحفصيين وبني عبد الواد الإرث المتبقي من دولة الموحدين. هاد الدول اللي غتبقى تصارع فيما بينها لإظهار القوة الإقليمية في المنطقة، وهذا الشيء أيضا اللي غادي يخليهم ينساو الأندلس اللي خلاوها كتقاوم لوحدها الحملات الصليبية. الأندلس اللي آخر من قاوم من أجلها هما المرابطين والموحدين، خصوصا في عهد عبد المؤمن بن علي وهو في عهد أبي يعقوب. لكن الضربة اللي تلقاها الموحدين في معركة العقاب هي اللي دمرات دولة الموحدين، لأن من بعدها مباشرة غتبان التمردات والمعارك بين القبائل لها في المغرب ولا في الأندلس. في أواخر حكم الأندلس وفي عهد المأمون ضعفات بزاف سلطة الموحدين في الأندلس، شيء اللي خلى ابن هود يقوم بثورة ويستولي على شرق الأندلس وإشبيليا، بينما غيلتجأ حاكم بالونسيا لملك ليون باش يحتمي به من هالتمردات اللي وقع. وهو في الجنوب غيبان ابن الأحمر اللي غيجعل من غرناطة إمارة مستقلة، وغيتظاهر في الأول أن هاد الإمارة تابعة للحفصيين، ثم من بعد غيعلن أنها تابعة للموحدين، وهو في الأخير غيعلن أن غرناطة إمارة مستقلة تابعة لبني الأحمر، وهذا الشيء في سنة 635 هجري. وبهذا غتكون هذه الإمارة هي وريثة ما تبقى للإسلام في الأندلس، وبقيت صامدة قرنين من الزمن تقريبا. تل هنا غنكون وصلنا لنهاية الحلقة، موعدنا إن شاء الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة واللي غنجاوبوا فيها على أسئلتكم بخصوص موضوع المرابطين. كنتمنى نكونوا خفاف عليكم، وبالنسبة اللي عجبوا الفيديو يضغط على ذاك الزر ديال لايك باش نعرفوا شحال من واحد عجبوا الفيديو، وأيضا باش تطلع القناة عند الأصدقاء ديالكم، لأن شحال من واحد كتعجبوا مادة التاريخ وما كتوصلوش الفيديوهات. واللي كيشاهدنا لأول مرة كنتمنى الضغط على زر الاشتراك ديك البطونة الحمراء وتفعل الجرس باش توصل بالجديد دائما. إلى اللقاء.